يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السؤال بجاه فلان، هل يقال إنه بدعة أم يقال إنه وسيلة إلى الشرك؟ هو بدعة، السؤال بالجاه سواء جاه الرسول أو غيره بدعة. جاه الرسول، ما مع أن الرسول له جاه عند الله، لكن لا يجوز السؤال بجاه الرسول لأن هذا بدعة لم يرد. نعم. وأما حديث إذا سألتم الله، سيأتي في هذا الكتاب، إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا حديث مكذوب مخترع لا أصل له. نعم.